أهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذا اللقاء الخاص والذي سيكون ضيفنا فيه الدكتور متين طوبراق، الأستاذ في جامعة إسطنبول والخبير في مجال تطوير التعليم العالي. دكتور مرحبا بك معنا في هذا اللقاء الخاص. Hello. My pleasure to be here. شكرا. أنت دكتور مهتم ولديك بحث طبعا منشور باللغة الإنجليزية في ملف إصلاح التعليم أو إصلاح منظومة التعليم العالي في التعليم الجامعي في دول منظمة المؤتمر الإسلامي. هل هناك عملية تحديث أو إصلاح في منظومة التعليم العالي تجري فعلا الآن في هذه الدول؟ طبعا تركيا باعتبارها كانت جزءا من عملية بولونيا منذ عام 2011 وهي فعالة، وهذه العملية بدأت منذ عام 2001. في هذه السنوات العشرين الماضية طبعا تركيا هي عضو فاعل في هذه المجموعة وتقوم بإصلاح جميع الجامعات. نحن نعتقد أن دول منظمة التعاون الإسلامي أيضا لديها خبرة في التعليم الجامعي، لأن التعليم الجامعي في العالم هناك جامعات تعمل بشكل جيد في العالم الإسلامي في المغرب وفي بغداد وفي هذه الدول التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي، تقوم ببناء بتحسين الجامعات في هذه الدول. نحن نرى إمكانية في مجال البحث وفي هذه المجال. السنة الماضية الرئيس التركي ومجلس التعليم العالي في تركيا دعا بعض الوزراء للقاء في أنقرة في مكان في مقر الرئاسة التركية. فأعتقد وزارة التعليم العالي في دول منظمة المؤتمر الإسلامي تقصد؟ Ministries of higher education in the OECD countries. نعم، ليس فقط وزارات التعليم العالي، في بعض الدول هناك وزارات مسؤولة عن التعليم العالي أو منظومة التعليم العالي، وفي بعض الدول هناك مجالس للتعليم العالي مسؤولة عن التعليم العالي في هذه الدول. فالمؤسسة أو المنظمة المسؤولة عن هذا التعليم دعيت إلى هذا الاجتماع، وكذلك قمنا بتبني أو قمنا بتعديل عملية بولونيا، وكان هناك جامعة أسست في بولونيا في عام 1088. طبعا لاحقا وبوقت متأخر جدا تأسست الجامعات في الدول الإسلامية، فبالتالي نحن نقوم بالبحث وتطوير التعليم العالي. سنتحدث أكثر عن عملية بولونيا وتقدم لنا إيجاز إذا سمح الوقت في سياق هذه الحلقة، لكن نريد أن نتحدث عن التعليم العالي في الدول، دول منظمة المؤتمر الإسلامي التعاون الإسلامي. هل هناك من مشاكل تعترض عملية إصلاح التعليم العالي في دول منظمة التعاون الإسلامي؟ ما هي المشاكل؟ ما هي المعوقات التي تعترض مسار إصلاح التعليم في هذه الدول؟ بسبب الفترة الاستعمارية العديد من الدول الإسلامية كان أصبح لديها أنظمة مختلفة. بعض الأنظمة كان لها النظام الأوروبي العام وبعضها أنظمة أخرى، ولكن معظم الدول كان لديها النظام الأنجلوساكسوني، وتركيا من ضمن ذلك، أي النظام الإنجليزي والنظام الأمريكي. هناك مشاكل وهناك اختلاف، هناك مرجعية مختلفة في الدول الإسلامية، المرجعية مختلفة. إذن نحن في تركيا قمنا بإصلاح المنظومة التعليمية لدينا على سبيل المثال في منظومة الامتحانات، فبالتالي طبعا قمنا ببعض النجاحات في هذا الموضوع. المعايير، الكفاءات والتوصيفات والمستويات مختلفة في هذه في دول منظمة التعاون الإسلامي، فبالتالي لابد لنا من تشكيل لجنة قيادة لهذا الموضوع، لجنة توجيهية لهذا الموضوع لجسر هذه الاختلافات بين هذه الدول. الدول الإسلامية مثل
السعودية والدول الخليجية والدول الإسلامية الأخرى أيضا لا تعرف ولا تعترف بالعديد من الجامعات الموجودة في الدول الإسلامية الأخرى. فلذلك نحن بحاجة إلى عملية اعتراف بهذه بالشهادات الصادرة عن الدول. دكتور متين تتحدث عن قضية مشكلة معادلة أو الاعتراف بالشهادات، تحدثت أنه لابد أن تكون هناك لجنة أو تنسيق أو تعاون بين منظومة التعليم العالي في الدول الإسلامية للبدء أو للسير بشكل أكثر عملي، يعني عملي في قضية إصلاح التعليم. هل هناك بدايات أو خطوات لتشكيل مثل هذه اللجنة التنسيقية للتنسيق في ما يخص ملف إصلاح التعليم العالي في الدول الإسلامية؟ The process of starting a reform. عملية البدء في الإصلاح عادة تكون متشابهة، وعندما نرى عندما شاهدنا تطور عملية بولونيا طبعا هي تعود للعام 1880، وبعد عدة سنوات تابع الوزراء هذه العملية. And if we follow just Bologna process in European إذا قمنا بمتابعة عملية بولونيا التي تبعت في المنطقة الأوروبية، أعتقد أننا سنحل المشاكل التي نواجهها، ونحن لسنا بحاجة إلى اختراع ظاهرة جديدة أو ظاهرة مخترعة، لأن العمل أو البيئة في مجالات في مجال التعليم العالي ومجال البحث في اليابان وفي كوريا الجنوبية متشابهة ببعضها البعض فيما يتعلق بالبحث العلمي وإصلاح البحث العلمي، وهذا شبيه بالديمقراطية أو سيادة القانون أو حقوق الإنسان. هذه أمور عالمية، فبالتالي يمكن اتباع هذا النموذج الأوروبي على نمط عملية بولونيا لإصلاح المؤسسات التعليمية، سواء الدول التي تتبع النموذج الأنجلوساكسوني أو النموذج تتبع النموذج الفارسي. فبالتالي الدول الإسلامية لديها مشاكل، نحن لا نعرف المشاكل بعينها لأننا لم نقم بدراستها بشكل واضح، ولكن أعتقد تحت هذه المظلة يمكن لبعض الدول الرائدة في هذا المجال مثل تركيا التي قامت بتطوير أنظمة التعليم العالي لديها، يمكنها أن تبدأ بهذه العملية. ربما بعضها سيكون قائدين في اللجنة التوجيهية هذه ليقوموا بهذه العملية بشكل كامل، وأنا متأكد بأن المعايير والاعتراف ومعادلة الشهادات في كل هذه الموضوع ستكون نتيجة تحقيق هذه العملية، ونحن نحتاج بهذه العملية بشكل سريع لأن إعطاء الصبغة الدولية لهذه الجامعات في الدول الإسلامية هي لا زالت في عملية في خطواتها الأولى. في الدول الأوروبية كل طالب من 5 طلاب يقضي على الأقل فصل واحد من الفصول الدراسية من الجامعة في بلد آخر، فهذه فكرة التدويل أو إعطاء الصبغة الدولية غاية في الأهمية بالنسبة للدول وبالنسبة لهذه الجامعات. طبعا بعض الدول لا تقوم بالاعتراف بشهادات كل الجامعات، حتى بعض الجامعات القوية. وهذا أشكرك دكتور، وهذا ما أردت أن أسألك عنه، عن قضية هل هناك مشاكل تعترض عملية معادلة الشهادات الجامعية الصادرة من جامعات في الدول الإسلامية، مشكلة في الاعتراف بهذه الشهادات، ما هي الخطوات إذا كانت هذه المشكلة قائمة، ما هي الخطوات التي تقوم بها الجامعات الإسلامية جامعات في الدول الإسلامية لتذليل أو إنهاء هذه المشكلة، مشكلة معادلة الشهادات أو الاعتراف بها من قبل جامعات من خارج الفضاء الإسلامي؟
Actually, these obstacles are also very international. هذه المعوقات هي دولية أيضا. في قبل عملية بولونيا كان هناك دول تعاني من هذه المشكلة في الاعتراف بشهادات بعضها البعض. بعد عملية بولونيا قاموا بإصدار أو بوضع منظمة دولية تقود عملية بولونيا والتي ولتقوم بالاعتراف بشهادات الجامعات التابعة لهذه العملية. طبعا في الدول الإسلامية النامية هنا تعاني من نفس المشاكل التي هناك الكثير من المشاكل التي يعاني منها الباحثون والطلاب. في غضون 6 أشهر أو سنة أو بين 6 أشهر وسنة يمكن سيكون لدينا القدرة على تحديد المشاكل التي يعانون منها ووضع خارطة الطريق، لنقل أنه ستحتاج إلى 5 سنوات أو 10 سنوات بحيث تكون قابلة للتعديل وتكون أجندة مفيدة لتبني عملية بولونيا بما يناسب هذه الجامعات. لقد التقيت ببعض ممثلي الجامعات في اجتماع بولونيا الدولي في الدول الأوروبية قادمين من الدول الإسلامية، وقد أثاروا هم على دراية بهذه القضايا، ولكن الدول بأكملها يجب أو هذه الدول يجب أن تقوم بعمل مجموعات عمل ولجان عمل مشتركة لتعمل على هذه الأركان. فبغضون 6 أشهر يمكنها أن تحدد هذه المشاكل، وفي غضون سنة يمكنها أن تضع خطة الطريق، وفي غضون 5 سنوات يمكنها أن تصل إلى المستوى الذي وصلت إليه عملية بولونيا التي وصلت إليه أو من ضمنها الجامعات الأوروبية في قبول شهادات الجامعات التابعة لهذه العملية. فبالتالي نحن بحاجة إلى تغطية مواضيع جديدة ربما تكون الدول جميعها قد عانت منها وصممت حلول لها. نعم دكتور، أيضا فيما يتعلق بعملية إصلاح التعليم وتحديث التعليم العالي في الدول الإسلامية، ما هي التأثيرات السلبية لعملية بطء عملية الإصلاح أو حتى تأخرها أو حتى عدم الشروع، يعني عدم البدء بها، آثار سلبية على هذه الدول وخاصة فيما يتعلق ب التنمية المجالات الاقتصادية برأيك؟ لقد واجهت الدول الأوروبية فعليا هذه الأمور، وأهم هذه المشاكل التي واجهت هذه الدول كانت اللغة. بالنسبة للدول الأوروبية لم يجبروا ولا يجبروا طلابهم على تعلم لغة واحدة، بل هم يعطون علامات أو أرصدة لطلابهم عندما يقومون بزيارة دول أخرى أو ببرامج تبادلية مع الطلاب إذا كانوا يريدون أن يتعلموا باللغة الإنجليزية أو ببعض اللغات الأوروبية الأخرى. في الدول بالنسبة للدول الإسلامية اللغة الإنجليزية شائعة جدا، يعني هي لغة عالمية تقريبا، واللغة العربية يمكن أن تكون اللغة الثانية الأكثر شيوعا بين دول منظمة التعاون الإسلامي، ويمكن تعزيزها لجذب طلاب وأساتذة من دول أخرى. فبالتالي عائق اللغة غاية في الأهمية. المشكلة الثانية هي الاختلافات في أنظمة التعليم العالي. نحن لا نعلم النظام الإيراني أو النظام السعودي أو النظام التعليمي في العراق أو في دول الخليج إذا كان قابل التطبيق أو يتفق مع النظام التركي أم لا، وبالتالي لابد من حل المشاكل الموجودة بين هذه الموجودات. لمعرفة وتحديد هذه الأمور لابد لدينا من تشكيل لجنة توجيهية. الأمر الآخر بالنسبة للدول النامية والتي هي أيضا جزء من منظمة التعاون الإسلامي، فهي تعاني من مشاكل في التنمية والتي تكون مقيدة لهذه الدول. في أنظمة التعليم العالي الدكاترة والطلاب والباحثين لابد أن يكون لديهم هذا التحفيز للتحرك والانتقال من مكان إلى آخر،
للتبادل الأفكار مع هذه الدول. إن النشر هذه الفكرة المطورة من التعليم العالي المحسن التي استخدمت في أوروبا ستفيد هذه الدول بالتأكيد. العملية التي تأتي من خلفية اقتصادية من الدول الغنية اقتصاديا يمكن أن تفيد أو الدول الأقل نموا، يمكنها أن تستفيد اقتصاديا من الدول الأكثر نموا اقتصاديا في عملية شبيهة تكون بعملية بولونيا لإصلاح المؤسسات التعليمية. فبالتالي الفائدة من عملية الإصلاح سوف تكون مفيدة جدا للدول النامية، وهذا الأمر غاية في الأهمية. نعم، أشرت دكتور عدة مرات إلى عملية بولونيا لإصلاح المؤسسات أو النظام التعليمي في دول الاتحاد الأوروبي، وأنت أيضا لديك بحث، وأيضا هناك حيز كبير من هذا البحث عن هذه العملية. كيف بدأت هذه العملية، عملية بولونيا، هذه المبادرة، من وراءها؟ فقط تهدف إلى عملية إصلاح النظام التعليمي الجامعي فقط في دول الاتحاد الأوروبي أو القريبة جغرافيا من أوروبا؟ The research on higher education area, البحث عن منطقة أو مجال البحث والتعليم العالي شبيه بالدول الأخرى. هناك منتدى للسياسات بالنسبة للدول السبعة الأعضاء في هذه اللجنة، وهذه الدول الموجودة في هذه اللجنة ليسوا جزءا من عملية بولونيا، مثل الولايات المتحدة، الصين، كوريا، اليابان، كل هذه الدول هي جزء من هذا المنتدى السياسات ولكنها ليست جزءا من عملية بولونيا. هناك أيضا بعض الدول الإسلامية جزء من هذه اللجنة. فبالتالي البحث في التعليم العالي والدراسات في هذا المجال تتجاوز الأنظمة الجامعية الدولية، لأن الجامعات مستقلة في الدول الإسلامية وفي الدول الأوروبية. فبالتالي عندما تتعاون الجامعات مع بعضها البعض دون أخذ الإذن من الحكومة، فبالتالي هذا المستوى من الاستقلال للجامعات في الدول الإسلامية سوف يجعل ذلك أسهل لها لتتعاون مع برامج شهادات وبرامج مهنية وبرامج احترافية مع الجامعات الأوروبية أو جامعات دولية، وللقيام بأبحاث ودراسات في هذا الموضوع. فبالتالي هذا المجال يتجاوز الحدود السياسية للبلدان. كنت عضوا في مجلس التعليم العالي قبل 10 سنوات، وكنت متفاجئا أنها لا تقوم أنها دون الأخذ بإذن أو ترخيص من الحكومة يمكنها تقوم بالكثير من الأمور، تبادل الأساتذة، تبادل الكادر التعليمي، تبادل الطلاب. وجدت أن في بعض دول البلقان يمكن أن تقوم بهذا العمل دون أخذ إذن الحكومة، فهذه من ضمن المجالات المتاحة لهذه الجامعات. بالنسبة للدول الإسلامية بسبب التخلف الاقتصادي أو التخلف الإداري في هذه الجامعات يمكن تحسين هذا الموضوع. هل هناك أي من الدول العربية عضو أو منتمي لهذا المنتدى، منتدى عملية بولونيا لإصلاح التعليم العالي؟ نعم، على الأقل 10 دول إسلامية هي جزء من أقصد عربية المنتدى الإسلامي. Arab countries. نعم، وهي تتابع هذه العملية بشكل جيد، ولكن إذا قامت بضم هذه الخبرات مع بعضها البعض فيمكنها أن تقوم بالتنسيق مع بعضها البعض وتقوم بتحسين أجندة التعليم العالي في المنطقة العربية. وهذا أسألك عن قضية، هل هناك شروط معينة للالتحاق أو الانضمام إلى عملية بولونيا؟ يضع هذا المنتدى شروط معينة؟ Uh,
OIC can set up an يمكن لمنظمة التعاون الإسلامي أن تقوم بوضع مجموعة عمل، وهذه مجموعة العمل هذه يمكنها أن تضع تقريرا لتقديمها لتقول للسلطات النافذة في دول منظمة التعاون الإسلامي بأن هذا الموضوع ملح وعاجل، ومجموعة العمل هذه يمكنها أن تقدم دراسة بأن منظمة التعاون الإسلامي يمكنها أن تشكل جسما أو كيانا مستقلا لهذا الموضوع، ويمكن أن تقوم مجموعات من الدول بأخذ أجندة الإصلاح وتعمل عليها، ولكن لا بد من وجود مجموعة عمل تنفيذية تقوم بإنشائها منظمة التعاون الإسلامي. أقصد دكتور دكتور متين أقصد عملية بولونيا، منتدى بولونيا يضع شروط معينة لانضمام جامعات دولة معينة، هل هناك شروط، هل هناك معايير ضوابط؟ They follow these requirements. The Bologna process restricts the membership. لا، عملية بولونيا لديها محدودية في الانضمام. مثلا روسيا جزء من هذه العملية ولكنها ليست جزء من الاتحاد الأوروبي. صربيا هي جزء من العملية ولكن عملية بولونيا تركز على المنطقة الأوروبية بشكل حصري، وبالتالي هي لا يمكن للدول الإسلامية أو دول الشرق الأوسط أن تنضم إلى هذا الموضوع. فبالتالي نحن بحاجة إلى وضع لجنة توجيهية شبيهة بهذه العملية لتقوم بحمل أجندة خاصة بالمنطقة. دكتور، هناك الكثير الآن من الطلبة العرب سواء من الذين يعيشون في تركيا أو القادمين من الدول العربية منخرطون وملتحقون بالجامعات التركية سواء كانت الخاصة أو الحكومية، ومنهم طبعا الطلاب العراقيين خاصة مع انهيار التعليم بكل مستوياته في العراق بعد الاحتلال عام 2003، حتى أن الجامعات العربية في آخر دراسة خارج التصنيف، ليست هي جامعات سيئة وإنما خارج التصنيف بالكامل. ما الذي يمكن أن تقدم الجامعات التركية للطلبة العرب ومنهم الطلبة العراقيين، وهل تشجعون الطلبة العراقيين على الالتحاق في الدراسة في الكليات والجامعات التركية سواء حكومية أو خاصة؟ أول أمر مهم بالنسبة للطلاب الدوليين والذي يواجهونه في تركيا هو عائق اللغة، والأمر الثاني هو إيجاد الجامعة المناسبة. طبعا في الدول الأوروبية هناك كل هذه المشاكل، وقد حلوا هذه المشاكل من خلال موضوع معادلة الشهادات والاعتراف والاعتمادية. في بعض الدول هناك هذا العمل، مثلا في أواسط آسيا وآسيا وشرق آسيا هناك بعض هذه العمليات، ولكن الطلاب والبروفيسورات والدكاترة في هذه الجامعات لديهم إحباط لأنه لا يمكن القيام بهذا العمل في عبر منظومة الدول التعاون الإسلامي. كنت متفاجئا أن بالنسبة لطلاب شمال أفريقيا قمنا بدعوة طلاب الدكتوراه، وكنا متفاجئين بأن التكاليف كانت تدفع من الحكومة، ولكن مهاراتهم ومستوى تعليمهم ومستوى التعليم مثلا بالنسبة للغة الإنجليزية لم يكن كافيا ليتأهلوا إلى برامج الماجستير وبرامج الدكتوراه. فبالتالي اضطررنا إلى وضع منهاج خاص لهؤلاء المرشحين، والآن لدينا هذه المشكلة التي تأتي من الطلاب، ولدينا أيضا مشكلة أخرى تأتي من الجامعات التركية. أعتقد أن مجلس التعليم العالي في تركيا يحتاج إلى إيجاد مجموعة تعليمية تقوم بمنح الاعتمادية أو تعديل الشهادات بحيث يستطيع الطلاب
أو تستطيع الجامعات التركية أن تأخذ طلاب دوليين. فإذا كان هناك دول تريد أن ترسل طلاب إلى تركيا، هذه الجامعة يجب أن تظهر أن هذا البرنامج معتمد من هذا التجمع الدولي أو من المؤسسات الأوروبية أو الأنجلوسكسونية. فبالتالي إذا كانت عملية بولونيا أو لجنة توجيهية لعملية إصلاح التعليم قد بدأت بالعمل، إذا قمنا بتأسيس هذه الكيانات فأعتقد أن مشكلة الطلاب والجامعات ستحل. لدينا دقيقة واحدة على نهاية هذا اللقاء الخاص، هل من كلمة توجهها إلى الطلاب العراقيين لتشجيعهم على الدراسة في تركيا، وربما ستكون الدراسة في تركيا الدراسة التعليم العالي سيعوضهم عن الدراسة في العراق مع انهيار التعليم وأن الجامعات بالكامل حكومية أو خاصة لا اعتراف بشهاداتها، تكون الفرصة الآن أفضل لهم مواتية؟ You mean the problems those Iraqi students face? هل تعني المشاكل التي يعاني منها هؤلاء الطلاب العراقيون في تركيا؟ الطلاب العراقيون الآن الجامعات في العراق في الحضيض في أدنى مستوى خارج التصنيف، هل تعتقد أن فرصتهم أفضل ليتلقوا تعليما عاليا محترما وفق معايير وضوابط معترف معمول بها معترف بها في تركيا؟ Many universities are العديد من الجامعات ذات مواصفات عالية ومعترف بها دوليا ولديها تصنيف عالمي. ولكن إذا قمنا بتشكيل هذه المجموعة العلمية بين الجامعات، فبالتالي يمكن أن تكون العراق جزء من هذا العمل وأن تنظر إلى الجامعات التي يمكن الاعتراف بها وأن تستقبل طلاب أجانب، وهذا سوف يعطي الثقة للعائلات وللطلاب بأن أولادهم يحصلون على تعليم جيد في هذه الجامعات. شكرا للدكتور البروفيسور متين طوبراق، الأستاذ في جامعة إسطنبول والخبير في مجال تطوير التعليم العالي، كنت معنا في هذا اللقاء الخاص. شكرا جزيلا، وشكرا لكم مشاهدين الكرام، وحتى نلتقي في لقاءات خاصة جديدة في أمان الله.